ديسات هي خدمات بسيطة سريعة آمنة وتسهل لك حياتك. البريد التونسي، خدمتكم تسعدنا. يوم سعيد، صباحكم فرحة تملى العين، أخبار جديدة، غنيات وموسيقى بنينة، استضافات وحكايات وبرشة مفاجآت. في يوم سعيد تسمع جديد. نقول صباح الخير. جرائد اليوم. شو مباشرة الجرائد اليوم عمل الجندوبي شفيها الجرائد أكيد رايح حفلة مواضيع سياسية اجتماعية وخاصة زادة صحية الكوفيد ورجعته. والله جرائد فيها كل خير اليوم، أربع جرائد وفيها برشا عناوين. أعطينا الخير هيك. هاي مش نبدأ بالخير الأولاني بجريدة لابريس. لابريس حكيت على الإرث الثقيل اللي متروك للمشيشي، ولهنا فيما يخص المؤشرات الاقتصادية، الوضعيات الاجتماعية وارتفاع معدل البطالة. وأيضا لوري ريتاج لسي هشام بشيشي. وأيضا ظاهرة أخرى، حكومة الياسر فخفاخ دخلت من هنا، جاءتها الكورونا من هنا. كورونا من هنا، هشام بشيشي بدأ يسخن باش يدخل، بدأ يسخن مزيان. ربي العمل عليك. والكوفيد قال ولو هاني موجود، حاشك بيا هاني موجود. كاينو يماركي في بريزونس مع الحكومات الكل. كل حكومة يذل يزمنا نخليه حكومة توا مستقرة مش معادش ترجع موجة ثالثة من الكوفيد. يعني لابريس اليوم اللي اهتمت بالوضعية الصعبة والخطيرة اللي تعيشها البلاد على مستوى المؤشرات، معناها حديث على باش نوصلوا إلى 20-21% نسبة البطالة في الأيامات القليلة القادمة. علاش؟ لأنه فما بعض المصانع والمعامل وغيرها أغلقت أبوابها، واللي ما سكرتش أبوابها اش عملت؟ نقصت من الخدامة. وشافها الخدام مسكين. أي شافها الخدام اللي كان شو معناها، فما راه مشكل عويس اجتماعي كبير. تخيل انت يخدم مرسم اموره مريقلة، عامل كريدي باش يخلص به بورتمانه ولا كاري شاري حويجه كريهبه صغيره شعبيه باش يمشي يتنقل بها ولا يقري في وليداته، بين عشيه وضحى يلقى روحه بطل، ما عنده باش يخلص كريدياته والتزاماته، فحتى باش يوكل ولاده ما فماش. فالعمليه صعيبه برشا وخطيره جدا، ومؤشر من المؤشرات اللي لازم تخدم عليه هذه الحكومه القادمه خدمه في العمق، لانه راهو الانسان يتحمل ويترشق، وثوره الجوع راهي خطيره جدا تاتي على الاخضر واليابس، فضروره الانتباه الى هذا. ثم الناس هذوما مواطنين توانسه، الدستور كفل لهم حقهم في الشغل، وينو هذا الحق في الشغل؟ اعتقد ولات العمليه عكسيه الان، ما عادش حق في الشغل، الى من استطاع اليه سبيل الشغل ولا وشكون اللي استطاع اليه سبيل يظل اللي عنده على شكون متكي ولات. نواصل. مشي والتونسي بدو. تونسي بدو حكيت على موسم التخفيضات وقالت سولد دي تي بوتيكو 3. فيد باه جدمو باه. العنوان الاولاني هذا. العنوان الثاني شنو؟ العنوان الثاني يقول لي زانكويرونس دو بريزيدون، تناقض الرئيس، تناقضات الرئيس. هنا في إشارة على حكاية على 13 خطاب 13 أوت فيما يخص الرئيس. نبدأ بسولد دي تي بوتيك كو فيد والتروا بوان بعد فيد وعلامة تعجب. رأي على الفكرة اللي لقاها في العنوان جميلة متاع هذا المقال، صحيح أنه لحوان جيوب فارغة منين؟ فارغة مش على خاطر السلعة ولا على خاطر السولد، لا العباد ما عندهاش فلوس، العباد ما عندهاش فلوس والله باش تمشي تشري. وهذا اللي نقولوه للسيد وزير المالية والسادة أعضاء الحكومة ورئيس الحكومة، راوك الطبقة المتوسطة الموظفين والخدامة اللي ياخذوا في شهرية متوسطة بطبيعة الحال هما المحرك الأساسي للعجلة الاقتصادية في البلاد. إذا كان تضربوا هما وتحولوا من طبقة متوسطة إلى طبقة فقيرة، راو في جرة الضربة متاعهم هما تتضرب كل المحركات الاقتصادية الأخرى. الانتاج ما عادش نلقاو وين نبيعوه، ننجو ما نلقاوش وين نبيعو، لأنه يعني الطبقة اللي تشري الشراية هذوك ما نجموش يشريو. الطبقة الغنية راهي ما تشريش من تونس. بالطبيعة مش تشري من تونس. ما تشريش من تونس.
ديجا نشوفوا حتى من نوعية البوتيك شكون يدخلوا لها و... به الثانية فما... في خصوص كلمة السيد رئيس الجمهورية اعتقد في عيد المرأة نهار 13 والموقف متاعه من قضية الميراث اللي معناها في حسب النشطاء في تناقض حول حقوق المرأة يقولوا متناقض وعدم قبول واحتجاجات من منظمات نسائية ولربما في الشروق عندك حاجة في أخرى باش تتحدث بأكثر تفاصيل على كلمة سيد رئيس الجمهورية ديمقراطية في الشروق يقول سعيد يغازل الخزان الانتخابي للتيارات الظلمية والمعادية للمساواة هذا النساء الديمقراطيات إيش يقولوا باش نختم بحويجة أخرى صغيرة شفتها أنا وهي جميلة زادة فيها جودمو يعمل الكيف الكانيكول دون لي ريجيون سخانة اللي موجودة الآن في السكور أو مش او سكور لا لا الاو او وبعد سكور وعلامة التعجب عجبتني برشا فالسخانة هذه مساكن العباد ايش تعاني يقص عليها الماء وحتى اذا كان موجود الماء في بعض الاحيان يكون التدفق ماهوشي في المستوى اللي يسكن في الطاقة الرابعة ما يوصلوش الماء كأنه طالع في صعد الماء ولا كأنه طالع الجبل بقرنين ماني شي فاهم شنو هي العملية علاش وكيفاش السوناد لهنا حولها عدة استفهامات في خصوص أنها تاخذ الفلوس من عند المواطن باش يخلصها في الماء اللي يزمو يوصله وفي نهاية الأمر ما يوصلوش الماء وقت اللي حاجتي بك يا وجهي توا سخانة توا في سخانة وفي كوفيد واحنا نعيط ونصيح ونهار اليوم كل يوم اغسلوا يديكم بالماء والصابون الراجل ما عندوش ماء في الدار وانت تقول لي اغسل يديك بالماء والصابون خلي البلايص اللي ما فيهاش جملة الماء يمشي ويجيبوا من بلايص بعيدة في الماء واصل نمشي للصباح الأسبوعي من عناوين الصباح الأسبوعي عنوان يقول شغورات بأكثر من 1700 أستاذ وأكثر من 4000 معلم وزير التربية للصباح الأسبوعي يقول لا تغيير في موعد العودة المدرسية وهكذا سنتعاطى مع الملفات والله السيد وزير التربية الحالي والسابق واللي قبله واللي قبل قبله واللي جاي من بعده ولا يمكن يواصل محمد الحمدي ما نعرفوش هذايا توا ما عندناش فكرة لكن اللي هو واللي جاي قبله وحتى اسمه ما نعرفوش نقولوا له ونقولوا لهم الكل وزراء التشخيص نعرفوه في بالنا به هذا اعطيونا الحلول راهو التشخيص قلتونا نقص في الأسادة وفي المعلمين ايش هي الحلول القونا حلول مش معقول انه التلامذة اللي هم المستقبل متاع البلاد فما دي ماتير مواد ما يقراوهمش الى حدود منتصف السنه ولا ربما تتنح راهو ماهوش معقول الشغورات هذه نرى راك وزاره التربيه والتعليم انت باش تربي الجيل القادم الكل علاش نضروا فيه المنظومه التربويه يا سيدي والتعليميه مضروبه وزيدها هي مضروبه وتزيد تضربها انت بغياب الاساتذه والمعلمين وتقول لي بعد علاش ينحي من ماكلته وواحد ويقري في القطاع الخاص ها وعلاش هو الاضرابات واحد والوضع غير مستقر باه من عناوين الاخرى في الصباح الاسبوعي وين يقول اتلاف 90% من الانتاج سنويا الهندي ثروه مهدوره ومستثمرون يصرخون مهدوره هي مش مهدوره قالوا مهدوره وانت ايش رايك انا الهندي ما الحقيقه ما ناكلوش اولا واثنين ما نعرفش اسكو ثروه مهدوره بالحق ولا بأتم معنى الكلمه يقولوا لي عنده فوائد كبيره برشا لانك تخرج للخارج تشوف الهندي فيش يستعملوا فيه حتى في مواد التجميل شفت تجميل معجون الهندي من احسن ما فما المعجون نتاع الهندي الجو نتاع الهندي هاي جو متاع هندي من أروع ما يكون ويتباع من أغلى اللي جو في العالم أنت شفت بسيست الهندي أدوية مستخرجة من الهندي أدوية وإحنا 90% من الإنتاج متاعنا يوصل راه ويفسد ويطيش ما عملناش منظومة تصدير لهذا المنتوج الفلاحي اللي تعرف شنو القيمة متاعه ما تصرف عليه حتى شيء يعيش وحده الهندي يعيش وحده تعرف علاش عملوه جدودنا هما باش يحصروا بيه
السوالي متاعهم ولا هناش يسيجوا به يسيجوا به الأرض متاعها. فربي سبحانه وتعالى رحمنا احنا كبلاد اعطانا منتوش، لكن أهل القرار أهل القرار ما عرفوش يروجوه رغم اللي هو مطلوب. تعرف كان نلقاو كيفاش نصدروه، هو تشوف اش يدخل عملة صعبة للبلاد. الهندي المكسيكي هو أصله مكسيكي طلع، هي طلع من المكسيك الأصل الأصيل الله يرحم والديه اللي جابه لتونس. هاي نوازل. عنوان آخر في الصباح الأسبوعي ذي الملف الكبير طرحته الصباح الأسبوع يقول: بؤر جديدة وتفش خطير لكورونا، أرقام مخيفة وسيناريوهات مرعبة. صحيح اللي يقولوا فيه را صحيح الكلام، وحطت يد على الدا صباح الأسبوعي بأتم معنى الكلمة. راو أرقام مرعبة ومخيفة، راو سجلنا أرقام ما سجلناهاش من مارس، راو العدوى قاعدة تنتشر معناها على المستوى المحلي هذاك اللي يسميه الأفقي، الأفقي راهو خطير جدا ومش معروف مصدرها منين، وراهو ساعات بعض الأحيان ما نعرفوش المصدر كيفاش، تقاه ما عندوش خلطة بحد جاء من برا وتضرب العدوى هذي. راهو كل النواقيز ضربت والعلامات الحمراء كيف كيف ضربت، راهو إذا كان ما نش باش ناخذوا القرارات المهمة وبش نعملوا الحماية لأنفسنا رانا داخلين لموجة ثانية خطيرة جدا قبل وقتها، لأنه الانتظارات كانت متاع الجال العلمية يقولوا سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وقت اللي فما كل أمراض متاع الحساسية ومتاع التنفس والعائلة متاع القريب وغيرها، لكن هذا هو في تومبكوت على بكري جيت ضرورة الانتباه. نمشيو لجريدة الشروق باش نختموا مع الشروق وعناوينها. عنوان يقول في الشروق: أملاك الأجانب في تونس غنيمة تنهشها الذئاب، والأرقام تقول 5000 عقار ملك أجانب تونس في تونس الكبرى، 1850 عقار بولاية بنزرت، 1600 عقار بولاية جندوبة، و2000 عقار تطلب إخلائها بصفة عاجلة. هذوما عقارات يا سيدي يستغلوا فيهم ما نعرفوش شكون، ولاد بسم الله يستغلوا في العقارات هذه، اللي اخذاه ويسكن فيه وحاوز ولا بيتم معنى الكلمة، اللي كريه ويقبض في الكريه. شكون يقبض في الكريه؟ ناس تكري معنى عقار، تكري في عقار ملك مش الدولة، ملك الأجانب. هو ملك الأجانب، أما هو استحوذ عليه ولا يكري صحيح فيه. ومن المفروض أملاك الأجانب يتم تسويتها من طرف الدولة، يا تدخل تولي أملاك الدولة يا أنه العباد تشريها بطريقة قانونية وتسجلها في دفتر خانة وما مش مسجلين بطبيعة الحال. يا كانت فما إدارة وتقولي مازالت التوى كانت في السنيد وبعد في الوزارة إدارة عامة لاهية بأملاك الأجانب، ما نعرفش عملت الإدارة العامة هذه وش خدمت وش قد، وأملاك متنوعة الديار على أراضي فلاحية على غيرها. فما اللي كارينهم بسوم رمزي ولا اي في اللفايات لهنا اي فما اللي كاينين خارجك في اللفايات عمارات نتاع املاك اجانب مزال وديار وحوانت وغير ذلك، والتو تلقاها ما نعرفش شنو الاسم ديانه على درا شكون تملك لهنا، وتلقاها في وضعيه كارثيه ساعات راهي العماره تلقاها مش تيح مش يستغلها يستغلها ويعصرها وما يعمل لها حتى شيء الملكه اللي مالكها، فبالتالي لهنا لازمنا نتحرك يا إن مكنوهم الناس هذوما من اقتناء الديار هذه ونسويوا الوضعيات، يا نقاو حلول أخرى ونقعدوش فرايجي. والملف هذا كل ما تمس إلا وسمعنا الحس فيها برشا أرقام على خاطر هاي لأنه نختم. نمشيو لزوز عناوين أخرين في الشروق. العنوان الأول يقول: بعد إقصاء أهل الأحزاب المشيشي يعيد خلط الأوراق في المشهد السياسي، ذي العنوان الأولاني. العنوان الثاني يقول: تواصل ضغوطها على بلادنا، الحكومة الإيطالية تشحن رصيدها على حساب الحقوق التونسية. بالضبط فما زيارة لوزير الداخلية ووزيرة الخارجية معناها زوزرة وزرة باش يجيو لتونس في خصوص هذا الموضوع. المشيشي خلط الأوراق في المشهد السياسي، هل المشيشي هو صاحب هذه الفكرة وإلا هي فكرة السيد رئيس الجمهورية وموقفه من الأحزاب ومن مجلس نواب الشعب؟
أيضا المشيشي مش هو اللي سبق في هذه الفكرة لحبيب الجوم اللي بعد ما حاول باش يشكل حكومة والأحزاب وما لقاش كيف يشكلها مشالي حكومة التكنوكرات، ولكن ما تعدتش. هل باش تتعدى الحكومة هذه؟ ما تتعداش، فرجة موجودة ومتابعة موجودة، ولكن هذا الكل راهو عنده انعكاسات سلبية على الوضع الاجتماعي والمؤشرات الاقتصادية والمالية العمومية وعلى كل الأوضاع اللي تعيشها بلادنا في هذه الفترة، وهي أوضاع خطيرة للغاية على المديونية على غير ذلك. سرعة كبيرة يلزمنا نعدي وحكومة، وحكومة نعطيها وقت باش تخدم، لأنه كان نحسبوا لحكومة الياس الفخفاخ إيش عندها بالضبط، ما نقواش عاملة أكثر من 5-6 شهور يظهر لي هذا خمسة شهور ولا خمسة شهور، خمسة ستة شهور على أقصى تقدير، وش تمشي على روح ومازلت ما خدمتش، مازلت ما عملت شيء، خدمة يعني كوفيد بدأت كورونا، بدأت كورونا قاعد تخدم على كورونا، فيما كملت كورونا باش تدخل في الإصلاحات الكبرى وكذا، قالوا لها سك شكر الله وصاياكم. فبالتالي حكومة مستقرة باش نجم تخدم وتنجم تمنع البلاد، هذا ما نطلبوه من المكلف، من الأحزاب السياسية، من سيد رئيس الجمهورية، من الناس الكل، لأنه المسؤولية يقول لك مش مسؤولية رئيس الجمهورية، لا مسؤولية سيد رئيس الجمهورية زاد في العملية هذه، هو اللي عين اللي يسفخ فيها سيد رئيس الجمهورية، هو اللي اختار الشخصية الأقدر والأفضل والأحسن والدنيا الكل، ومن ضمن مقترحات الأحزاب، وهو اللي اختار زاد هشام مشيشي. فبالتالي يزم زاد سيد رئيس الجمهورية يحط يده في العجنة وهي يوفر الظروف المنامة لتشكيل هذه الحكومة، ويخليها زادة أيضا تشتغل على روحها، تاخذ فترة مطولة، فترة شو معقولة مش مطولة باش تخدم على روحها. سخانة الجمعة هذه راه مش في الطقس فقط، راهي سخانة زادة سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية كبيرة بالغاية. هات نمشيو نشوفوا السخانة الأخرى، احنا سخانة ربي الموجة هذه إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف، وديما يعطينا كل شيء باللطف بإذن الله، مع عاصي محرز الغنوشي. سي محرز صباح النور. صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك سي حاتم، مرحبا بكل فريق العمل معك وكل مستمعي.